الأسئلة اللي بتتوجه إلنا عادة، شو لازم أعمل لأصنع مستقبل مهني أفضل؟ طبعا إجابتنا عادة هو إنك تحصل على شهادة مهنية عالمية. شهادة CMA Certified Management Accountant صادرة عن IMA Institute of Management Accountants، المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين. تعتبر هذه الشهادة من أهم الشهادات الدولية في عالم المال والأعمال والإدارة، سواء على مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربي. امتحان شهادة CMA عبارة عن 2 parts. Part 1 بيحتوي على العديد من المواضيع المختلفة في مجال المحاسبة والإدارة، مثل External Financial Reporting، Cost Management، Strategic Planning and Budgeting، Performance Management، الرقابة الداخلية Internal Control، بالإضافة إلى Technology and Analytics. بالنسبة لبارت 2 كمان في عندنا مواضيع مختلفة، مثل Financial Statement Analysis، Corporate Finance، Investment Decisions، Decision Analysis، بالإضافة إلى مواضيع Risk Management والProfessional Ethics. بالنسبة للإكزام ستراكشر، طبعاً الامتحان عبارة عن 4 ساعات، 3 ساعات منهم عبارة عن اختيار من متعدد Multiple Choice Questions، وساعة عبارة عن أسئلة مقالية. طبعاً شروط التقدم للامتحان أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة، وليس بالضرورة أن يكون محاسباً. لا تخلي حدود لطموحك، وسع دائماً لتحقيق أهدافك والنجاح. KPMG أكاديمي بتقدم لك الفرصة لتصنع قصة نجاح مهنية من خلال اختيار الشهادة المهنية الملائمة لك.